بعد كده النوع الثاني، وده نوع هتلاقوه غريب شويه من الار ان ايه، لان المتعارف على الار ان ايه ان هو سنجل ستراند عكس الدي ان ايه دبل ستراند، او بالاحرى دبل ستراند هيليكس. لما اقعد اتكلم عن التي ار ان ايه هيدي لك احساس، بص على شكله كده، هيدي لك احساس غريب ان هو دبل ستراندد، دبل ستراندد. طب خلينا نوضح، هل هو دبل ستراندد فعلا؟ الاجابه لا، لان انت لو بصيت معايا وركزت هتلاقيه هو ستراند واحد، ادي ال 3 داش برايم بتاعته وادي ال 5 داش برايم، بس ايه اللي حاصل؟ حاصل فيه فولدنج، فولدنج ثنايات، يعني بدا يلف حوالين نفسه كده بالطريقه دي. فلما حصل فيه فولدنج بالطريقه دي فجأة جت كومبلمنتري نيوكليوتايد قدام بعضها. على فكرة أنا عكست الحكاية، هو الفولدنج سببه إن في كومبلمنتري نيوكليوتايد، إنما أنا بس عشان التوضيح، الكومبلمنتري نيوكليوتايد دي لما جت، يعني إيه كومبلمنتري؟ هلاقي هنا إيه يجي قصادها، أيوه إيه يجي قصادها، حد يقول لي تي؟ لا طبعا يو، لأن أنا لما بتكلم على الآر إن إيه الفرق بين ال RNA وال DNA زي ما انتوا اخدتوا في الكيمستري مع زمايلنا، ان ال 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 DNA فيه ثايمين انما ال tRNA فيه يوراسين. فهلاقي هنا C هيجي قصادها G، CG GC AU، ايه اللي حصل؟ جت كومبلمنتري نيوكليوتايدز قصاد بعضها، فلما جت كومبلمنتري نيوكليوتايدز قصاد بعضها يا جماعه حصل بينهم هيدروجين بوندينج. طيب لف بالطريقه دي اداني فولس سنسيشن، احساس خاطئ ان هو ده دبل ستراند، انما هل هو دبل ستراند؟ الاجابه لا. ونتيجه للفولدنج اللي حصل ده اتكون عندي ارمز ازرع، اللي انت شايفه ده ارمز، اول ارم فيهم واهمهم على الاطلاق حاجه اسمها انتي كودون ارم. خلينا انجز، التي ار ان ايه ده وظيفته ايه؟ ترانسفير. يعني ايه ترانسفير؟ احنا قلنا الكودونز اللي هي كانت موجوده في الجين انا اخدتها على الام ار ان ايه، لما اخدتها على الام ار ان ايه كل ثلاثة نيوكليوتايد ورا بعضهم اسمهم كودون، هنعرف بعد كده بالتفصيل. لما اخدتها على الام ار ان ايه وطلعت في السيتوبلازم بره، انا عايز اخلق بروتين، فهخلق بروتين عن طريق عمليه الترانسليشن، الترجمه. يعني ايه ترجمه؟ لما اقول ان ده مترجم معناه ان هو بيفهم لغتين، مترجم يعني بيترجم لي، واحد بيترجم لي من عربي لانجليزي، يبقى كده عارف العربي وعارف الانجليش. مين اللي بيترجم حاجه عارفه لغتين؟ هو الترانسفير ار ان ايه ده عارف لغتين. ليه بقى؟ في هنا ارم من اللي انتوا شايفينه ده اسمه اكسبتور ارم، اكسبتور مستقبل. وظيفه الاكسبتور ارم ده ان هو يمسك في امينو اسيد هنا، يبقى ده فاهم لغه الامينو اسيد. وفي نفس الوقت وظيفه الانتي كودون ارم اللي هو ثلاثه نيوكليوتايد موجودين تحت دولت، هم دول كومبلمنتري مع الكودون اللي موجود في الام ار ان ايه. كومبلمنتري مع الكودون اللي موجود فين؟ في الام ار ان ايه. فهتلاقي ان يجي الكودون في الام ار ان ايه ثلاثه نيوكليوتايد، مين كومبلمنتري معاهم؟ كومبلمنتري معاهم الانتي كودون ده. يعني ده هيجي يلزق فيهم. طب لما يجي يلزق فيهم هيجيب مين معاه وهو جاي؟ هيجيب امينو اسيد هيشارك في عمليه تخليق البروتين. فوظيفه التي ار ان ايه الرئيسيه هي ترانسفير اوف امينو اسيدز من السيتوبلازم للريبوسوم اللي هو المكان اللي بيتخلق فيه البروتين. وزي ما قلنا هو ده حاجه اساسيه في الترجمه، لا ده مش هو ده هو الحاجه الاساسيه في الترجمه. لان انا لما اقول على البروتين سينثيس ترانسليشن ما جاش في دماغك ليه هي ترانسليشن؟ ترانسليشن معناها ترجمة، وده معناه ان حاجة بتفهم بيفهم لغتين، اللي بيفهم اللغتين هنا هو التي ار ان ايه. وخد بالك من ساعة ما بدأتوا معانا في المولوكولار بيولوجي وانتوا اخدتوا كيمستري اوف نوكليوتايدز، اخدتوا الدي ان ايه والاستراكشر بتاعه، وبعد كده اخدت عملية الريبليكيشن، وبعدين هتاخدوا معانا عملية الترانسكريبشن، لحد النقطة دي احنا كنا بنتكلم لغة واحدة وهي لغة النيوكليوتايدز، لغة النيوكليوتايدز. بمجرد ما ابدا عمليه تخليق البروتين
انا هتحول من لغه النيوكليوتايدز نيوكليوتايد لانجوج الى امينو اسيد لانجوج، وبالتالي انا هغير من لغه للغه. عشان كده العمليه سميناها ترانسليشن. الكلام ده باي ذا واي كده واحنا بنشرح. المهم نتيجه الفولدنج زي ما قلنا في كودون، في سوري ارم مهم جدا هنا هو الانتي كودون ار، وده فيه ثلاثه نيوكليوتايد مهمين جدا لان ده كومبلمنتري مع كومبلمنتري اند انتي بارالل. يعني لو الكودون هقرا من 5 الى 3 يبقى ده هيتقري من 3 الى 5، من 3 الى 5. فدي نقطه مهمه جدا. وفي ارم تاني هنا هوت، الارم ده لما بيتخلق التي ار ان اي ما بيبقاش موجود، بس هو بيضاف بوست ترانسكريبشن. يعني بعد ما بيتخلق التي ار ان اي جسمنا بيجي يضيف 3 نيوكليوتايدز هنا على 3 داش برايم اللي هم سي سي اي. واحفظ السيكونس بتاعه كويس، سي سي اي من 5 الى 3. الاي دي هي اللي بتشارك اساسا في ان هي تمسك في الامينو اسيد اللي جاي، يعني الامينو اسيد بيمسك في الادينوزين اللي هنا ده، يبقى في سي سي او اكسبتور ارم او سي 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 ار. في عندي هنا انتي كودون ارم، وعرفنا ان ده كومبلمنتري مع الكودون. في حاجه اسمها دي ارم، دي ارم، وفي حاجه اسمها تي ابنورمال يو سي ارم. ايه الحكايه بتاعتهم؟ بصوا يا جماعه، هل اي امينو اسيد يجي يمسك هنا وخلاص؟ الاجابه لا. الامينو اسيد اللي بيمسك هنا هو بتاع الانتي كودون اللي هنا، هو بتاع الكودون اللي هيجي. العمليه كده مش هبل، لا 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 لا، هو في كودون جاي معروف الانتي كودون بتاعه ايه، ومعروف ان الكودون الانتي كودون سوري الكودون ده مثلا بتاع الميثايونين امينو اسيد، وبالتالي ما دام جه الكودون بتاع الميثايونين امينو اسيد يبقى اللي هيمسك هنا هو الانتي كودون بتاع الميثايونين امينو اسيد، يبقى اللي ماسك هنا هو الميثايونين امينو اسيد. اللي هيمسك الامينو اسيد معايا هنا هو انزيم اسمه امينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز. طب الامينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز مهم جدا، في حاجه مهمه جدا اسمها بروف ريدنج اكتيفيتي زائد السبيسيفيستي بتاعته. يعني هو بيجي يتعرف على الانتي كودون اللي هنا، وبناء على التو ارمز دولت اللي هو الدي ارم والتي ابنورمال يو سي ارم بيساعدوه ان هو يظبط الانتي كودون ده مع الامينو اسيد اللي جاي هنا، وبالتالي انا ضمنت ان الكودون اللي جاي على الام ار ان اي كومبلمنتري مع الانتي كودون ده، وضمنت ان الانتي كودون ده مش هيستدعي الا الامينو اسيد بتاع الكودون اللي ظهر. ده حاجه اسمها سبيسيفيستي، حاجه اسمها سبيسيفيستي. طيب ليه ده يا جماعه سميته دي ار؟ ليه سميته دي ار؟ الاجابه ببساطه لان في كلام كتير وكلام كله نون ساينتفك، انا ما اعرفش الناس بتسجله ازاي. هو ان اليوراسيل لو رجعتوا للاستراكشر بتاعها، بس معلش عشان ما اطولش في الريكوردنج مش هستعرض الموضوع بالتفصيل، فيها دبل بوند، فيها دبل بوند. اللي بيحصل هنا في الدي ارم ان بيحصل ريدكشن للدبل بوند دي باتنين هيدروجين. فاليوراسيل اللي بيبقى موجود بيبقى اسمه داي هيدرو يوراسيل. اسمه ايه؟ داي هيدرو يوراسيل، وده منها جه الدي ارم. وبالتالي اتوقع ان معظم اليوراسيل اللي موجود هنا مش يوراسيل، هو داي هيدرو يوراسيل او داي هيدرو يوريدين. عشان كده سميته دي ار. هنا بقى تي ابنورمال يو سي ارم. يعني ايه ابنورمال يو؟ لا قبل ما اقول ابنورمال يو، انتم ملاحظين ان هنا في تي، ملاحظين في تي، في ثايمين، وهو طبيعي ان في الار ان يتواجد فيه ثايمين. الاجابه لا. عشان كده لو في سؤال اتعرضت له، وفي السؤال ده بيتكرر كتير جدا في اليو اس ام ال اي، which type of RNAs contain abnormal nucleotides؟ الإجابة هو tRNA. اللي بيحصل هنا إن اليوراسيل بيحصل له ميثايليشن، بيحصل له ميثايليشن، بيتحول إلى ثايمين، ودي حاجة abnormal. هي نفسها اليوراسيل اللي موجودة هنا abnormal، لان انتوا لو شفتوا اليوراسيل او اليوريدين، اليوريدين سوري مش اليوراسيل،
اليوريدين لما بتقعد تمسك فيه البنتوز اللي هو السكر الخماسي بتمسك N to C bond، يعني ال N اللي موجودة في النيتروجين سبيس بتمسك مع كربون من البنتوز. اللي بيحصل هنا في الابنورمال U ان هي C to C bond، يعني الكربونة بتاعت البنتوز بتمسك مع كربونة في النيتروجين سبيس ما بتمسكش مع ال النيتروجين. المهم طيب عشان ما طولش عليكم، يبقى نتيجة للفولدنج ده ظهر ارمز قلنا وظائفهم كلهم. هنا في حاجة اسمها اكسترا ارم او فاريبل ارم، وده احيانا بيبقى موجود واحيانا ما بيبقاش موجود. في نقطتين هقولهم عشان يعني احيانا بيجي عليهم اسئلة في اليوسملي او بيجي اسئلة عليهم عندكم، ان الشكل اللي قدامكم ده اول ما اكتشفوه ده سموه كلافر ليف، زي ورقة البرسيم، مش البرسيم بتاعنا هنا في مصر، لا البرسيم الاسترالي بيبقى شكله عامل كده، ادخلوا على النت هتشوفوا شكله، هتلاقي ان هي شكله زي ورقة البرسيم، عشان كده كلافر ليف. فاحفظوا لما يقولك كلافر ليف ار ان ايه، هو تي ار ان ايه. النقطة التانية اللي عايزكم تعرفوها ان هو the smallest type of RNA اللي هو بيساعدني في عملية تخليل البروتين فعلا هو ال tRNA. يبقى it is the simplest and the smallest RNA having less than 100 nucleotide length. It is a clover leaf shape with five arms. مش five، هما ال constant four. إنه ممكن ألاقي عندي extra arm أو variable arm. طبعا 3- اكسبتور ارم عرفناه، وبعدين الانتي كودون ارم، وبعد كده الدي ارم، وبعد كده التي ابنورمال يو سي ارم، والاكسترا ارم او الفاريبل ارم. ايه الوظيفه بتاعته يا جماعه؟ ات كارز ذا امينو اسيد كونكتد تو اتس 3 برايم اند ترانسفيرز ات تو ذا رايبوسوم فور بروتين سينثيس. طيب في نوع تاني بقى من الار ان اي هيشارك معايا.